وقبل ما اكمل الاسئله، معلش الفيديو ده هيكون طويل شويه. يو، صباح الخير. النهارده ربع يوم العيد، صح؟ النهارده ربع يوم العيد، والفلوج انا لسه منزله حالا. استنى بس نضلم الشاشه شويه. المفروض ان انا قلت في الاخر فلوج ان في فلوج انا اوريدي مصوره المفروض ينزل لو النهارده انتوا بتتفرجوا عليه دوت، وبعد كده نزل فلوج الاسئله. بس انا فكرت علشان الفلوج برضو اللي جاي مثير شويه وحزين شويه. ازيك يا كوكو؟ ازيك يا عسل؟ قلت اسيبه لكم بعدين، والنهارده فلوج الاسئله. فاخر فلوج كان بتاع العربيه، النهارده فلوج الاسئله. الفلوج الجاي اللي انا اصلا صورته قبل كده. اوه، ذره. كوكو زرعه هنا ذره، وهنا فراوله، وده هنا نعناع، فلفل اخضر برده، المفروض فلفل اخضر. كوكو من الاخر قلب البلكونه حماده. بس عايز اقول لكم ان الاسبوعين اللي فاتوا كان اصلا درجه الحراره رهيبه عاليه جدا، فالزرع كله نبت. اسمح سجود يا عسل. وانا حاليا قاعد بعمل بقى ايه العاده اللي بعملها تقريبا كل شهر، شهر ونص حاجه زي كده. الجريل بظبطه من الاول خالص. انا شلت كل حاجه من جوه، فده شكله من جوه. غيرت الورق السيلوفان دوت، المفروض ديت اللي بيطلع منها النار. دي الاحجار البركانيه، المفروض بتبقى الاحجار البركانيه ديت انا بحطيتها، انا ما اعرفش قلت لكم قبل كده ولا لا، بس بتعمل يعني بتاخد دور الفحم. المفروض انت بتولع النار اللي هي دي، الاحجار بتولع بتسخن، وبعد ما بتسخن تقدر توطي النار اوطي فيها، لان الاحجار بتفضل ولعه تقريبا زي الفحم، بس مش فتره طويله، بس بتديك طعم الفحم طبعا وبتوفر في الغاز. بس زي ما انتم شايفين لونها بقى اسود تماما، فعلشان كده هتتغير. الكرتونه دي انا بجيبها ب 6 يورو، فيها كتير قوي، يعني بتقضي تقريبا ممكن 3 مرات اغيرهم. خلينا بواقعين شويه، مرتين عاملين شغل جامد. جربوها، بس طبعا علشان تقدر تحط الاحجار على الجريل نفسه على الشوايه لازم تشتري شبكه تقيله جدا. فانا شاري شبكتين، شبكه من تحت عليها الفحم وشبكه من فوق علشان يستحملوا النار بتاعت مش الفحم، الاحجار البركانيه دي. بصوا دوت سمكه قد ايه، وده كمان. بصوا الحجر ده بقى لونه ايه. فوكس يا ابني، يا ابني فوكس، هاته هنا. بصوا بقى لونه عامل ازاي. المفروض ان هو بيجي تقريبا لونه مبيض شويه، علشان كده لازم يتغير. السواد اللي عليه دوت دهون، فلما تولعه تاني بيطلع نار كتير وانت شغال، فمش كويس. الصخور دي، في بعض الاحجار دي بتبقى بحس انها من ناحيه، الاضاءه عامله كده ليه، بحس انها من ناحيه يعني سليمه، ومن الناحيه الثانيه لونها اسود تماما، فساعات بديها بالفرشه كده غسله يعني. عشان اصور لكم المشهد اللي فات اللي هو من تحت الميه دوت، والمفروض يعني المفروض ان هو لو جه عليه ميه مش مشكله، بس ان هو يتحط تحت ميه الله اعلم. خطرت بالمشهد علشان المشهد اللي فات ده. هو المفروض ان انا بغسل الاحجار البركانيه ديت، مش علشان انا معفن ولا حاجه، بس هو مساله عايز جولي عسل. بس هو اولا انا مكسل اروح المكان اللي فيه اشتري منه الحاجه دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاحجار اللي عندي مش هتكفي تتفرش على البتاع دي كلها، فعلشان كده بحاول ان انا افرش الجديد الاول، وبعد كده لو في مكان ناقص احط الحاجات اللي هي مستعمله او اللي هي سودا اصلا شويه تملى البتاع. فهمتوا حاجه؟ وكوكو وصلت الحمد لله. بس شكرا. ايش بين جدوستي ايش بين دوبه ايوه فول. اوكي عندي اسئله. ايش كيف مجلاش دوشن. اوكي كده خلاص خلص، هولعه دلوقتي اجرب الاحجار. وطبعا هنشوي النهارده لان الجريل جديد، فلازم اسنش خلص. اوكي فلازم استغل، يا بنت استني، فلازم استغل ان هو جديد. هو تجغلن بيه. يا هنشوي النهارده بس هنبقى كان فلاش.
Ja, aber was können wir? Wir schauen, was wir haben. Ich dachte, du hast jetzt mega Plan. Nee, kein Plan, Hani. Wie viel du vielleicht ممكن نعملها زي الشطوط. تمام. زي الفل. الأحجار كلها توزعت. الجريل جاهز. نبدأ فقرة الأسئلة. معرفش في ذئب بره ولا ايه. المهم علينا، انا هاخد شويه اسئله. انا عملت لها سكرين شوت وهحاول اخد معظم الاسئله اللي ما تسالش عليها، بس انا لاحظت من الاسئله ان في ناس جديده على القناه ما تعرفش يعني انا وكوكو متجوزين ولا لا، انا بدرس ايه، بعمل ايه، جاي امتى المانيا او جيت ازاي. لو انا ما جاوبتش على سؤالك من الحاجات اللي انا قلتها ديت، حاول تخش على القناه من اول الفيديوهات هتعرف انا اتكلمت كتير، في فيديوهات كتير هتلاقيها موجوده. وبس نتكل على الله ونبدا. علاء اس سي بيسال: ليه اسم زوجتك مش ايلو ومش احنا عيله؟ اسم كوكو احنا من الاول ما قلناهوش حفاظا على مشاكل ممكن تحصل لها في شغلها او حاجه زي كده، وخلاص تعودنا ان احنا ما نقولهوش يعني، وما زال برضو مش عايزين نقوله عشان شغلها يعني. هو سال كذا سؤال: زوجتك بتشتغل مضيفه في طيران ايه في شركه لوفتانزا؟ اغلب رحلاتها بتبقى متجهه لاي دوله في كل حته؟ معرفش عايز تعرف ليه السؤال ده. المشروع بشتغل فيه ولا خلص؟ لا ما زلت طبعا شغال عليه، لسه قدامه وقت. ميشو مش بنشوفه ليه؟ ميشو موجود يا جماعه، هو بس عشان جاله شغل جديد، احنا ما بنتقابلش يعني كتير زي الاول، وفي نفس الوقت الايام اللي فاتت ما كنتش بصور كتير، فعشان كده هتلاقوه ان شاء الله في كذا فيديو جاي ما تقلقوش. عيد سعيد عليك وعلى ميشو وعلى زوجتك. حبيبي عيد سعيد عليك. ممكن في يوم ما تغير محتوى القناه؟ طيب انا قبل ما اكمل الاسئله، الكومنت دوت بيجي كتير قوي: انت ليه مش بتغير في محتوى القناه؟ انت ليه مش بتعمل حاجه هادفه؟ انت ليه مش بتعمل حاجه تشد الناس؟ انا بقيت اتفرج على الفيديوهات بقت ممله، حاول تغير، حاول تشد الناس. نفس الكومنت اللي بيجي دوت. فبصوا يا جماعه من الاخر كده، انا هحاول اضربه لكم بمثال. انا بالنسبه لي اليوتيوب دوت عامل زي السلم، تمام؟ بالنسبه لي، بالنسبه لك، بالنسبه لكل واحد فينا، اليوتيوب دوت عامل زي السلم. انا اول ما بدات انا قلت ان انا بعمل فلوجز. كلمه فلوج معناها ان انا بدون او بسجل يومي بكل ما فيه بقى، سواء انا بقى صاحي بشرب، بشتغل، بعمل، باخد خطوات في مشروعي. انت ممكن من خطوه من الخطوات دول تفيدك تخليك تغير من حياتك. وممكن فلوج عادي يبقى ما فيهوش اي حاجه، انت شفت اليوم وخلاص اتسليت وقفلت، ما فيهوش اي معلومه مفيده. فهو دي معنى كلمه فلوج. انا من اول ما فتحت ما قلتش ان انا فاتح قناه بعمل معلومات او حاجات مفيده او حاجات صحيه او حاجات. رقم اتنين: ليه ما بغيرش المحتوى القناه مثلا واعمل زي وزي وزي بدون ذكر اسماء؟ اولا لان كلمه زي دي لوحدها اصلا خطر، لان انا لو بدات اعمل زي وزي وزي، دي نصيحه ليك لو بتعملها في شغلك وعايز تبقى زي وزي وزي، ده اصلا بدايه غلط. انت لازم يبقى ليك الحاجه او الطموح اللي انت نفسك فيه، حاجه تبقى خاصه بيك انت، لازم تبقى بتعمل حاجه الواحد لما يشوفها يقول اه دوت كيمو، دوت كريم، دوت علاء، دوت اشرف، بدون ذكر اسماء يعني مين ده. انما انا لو بدات اعمل زي ده وزي ده يبقى اسمي مجرد واحد زياده جه. انا بالنسبه لي اليوتيوب زي ما قلت عامل زي السلم. السلم دوت يا اما استخدمه ان انا انقل حياتي من وضع معين واستخدم اليوتيوب كسلم اطلع عليه وانقل لوضع احسن، وفي ناس بتستخدم السلم دوت يبقى هو ده حياتها، بيقلب السلم دوت زي ما نقول لاوضته، اوضه نومه، لشقته، وهو بيكون فرحان او مبسوط باللي هو فيه بالظبط، هو ما عندوش طموح بعد كده. زي في بوست او في صوره انا قريتها هسيبها لكم هنا. الصوره بتقول: rich people plan for 3 generations, poor people plan for Saturday nights. يعني بيقول لك الناس الاغنياء دايما لما بتيجي تخطط او تفكر في المستقبل بيفكروا لثلاثه generation. يعني ايه؟ جيل، ثلاث اجيال قدام. يعني بيفكر وهو عنده 40 50 60 سنه ايه الوضع اللي هو فيه، ايه الشغلانه اللي هو عايز يعملها، ايه الوظيفه اللي هو فيها، وضعه، مكانته، فاد المجتمع بايه، وبيفكر في نفس الوقت لجيل كمان جاي وبعده جاي. والبور بيبل هم الناس الفقيره او اللي بتفضل في مكانها، دي اللي بتفكر بس في الساتردي نايت. ساتردي نايت عندنا هنا اللي هو الليله بتاعت يوم السبت زي الخميس عندكم، بيفكر بس انا هعمل ايه الخميس الجاي. وهو ده بالظبط اللي انا قصدي عليه، اللي عايز اقوله لكم. في ناس بتاخد اليوتيوب زي ما قلت السلم بيحوله لشقه، وهو ده بيفضل فيه وبيحاول انه يعمل حاجات تشد الناس عشان تبقى شكل السلم جميل، يزوقه، يحليه، يخليك يشدك يشدك يشدك. بس هو في النهايه هيفضل على السلم، هو عمره ما هيعديه. يشدك بقى للسلم بتاعه او الشقه بتاعته ديت عن طريق يعمل لك بقى فيديوهات، معرفش بقى يقول لك بص كلنا ايه، بص العقاب، بص التحدي، بص المقالب. ممكن يعمل فيديوهات مثلا عن يومياته، بس بيحاول يشدك يعني، بيعمل حاجات يمكن انت شايفها بالنسبه لك ملهاش لازمه، بس هو مش بيطمح او ما عندوش طموح يعمل حاجه اعلى من كده، فبيحاول عن طريق ان هو يفضل واقف على السلم ويشدك. ايه رايك في السلم بتاعي؟ بس يعني اللي انا متاكد منه 100% او مليون في المية ان السلم دوت يوما ما هينتهي، السلم ده مش هيفضل زي ما هو. يعني اليوتيوب هو لسه مستمر، بس اللي بياخد اليوتيوب يبقى هو دوت مكانه، بس اليوتيوب هو مكانه الوحيد، ما بيبصش لحاجه بعد كده انه يبني مستقبل، يعمل مشروع، يعمل اي خطه او حاجه عايز يعملها، هيفضل في اليوتيوب. ومعتقد ان اليوتيوب
اليوتيوب هو دوت مصدر الرزق الاساسي، هو حاليا فعلا مصدر رزق، ويمكن بيكسب من اليوتيوب اكتر مني بكتير جدا، بيجي له فيوز ومشاهدات وعدد مشتركين سبسكرايبر كتير جدا اكتر مني، بس هو طموحه يفضل على السلم، فهيفضل يكبر على السلم على السلم لحد ما السلم دوت يكون ما فيش منه تاني. ومثال على دوت، قبل اليوتيوب كان في مواقع كتيره قوي، كان في ما اعرفش الهاي فايف، وكان في ايه تاني، كان في مليون حاجه والناس بتتشهر عليها، وكان في الفاينز. وقبل يعني اليوتيوب لما بدا كانت المقالب مشهوره جدا، دلوقتي الناس اللي كانت بتعمل مقالب ومشهوره جدا زمان دور عليها دلوقتي منتهيه مش موجوده، عامل بالظبط زي لعيبه الكوره اللي بتبقى في عز عصرها بتعمل فلوس قد كده، بس هو ما عندوش طموح بعد الكوره يعمل ايه، ما بيفكرش ان هو وهو عنده 40 سنه مش هيلعب كوره تاني، فايه اللي نفسه فيه، فبيكون عمل فلوس بعد يعني كتيره جدا من الرياضه، سواء لعيبه الكوره او اي رياضه تانيه، وبعد ما يخلص مسيرته الرياضيه الفلوس تبقى معاه، يفكر بقى يقول لك انا هعمل مشروع صغير، ما فيش اي طموح، يعني هو بيعمل مشروع مجرد بس عشان يكسب منه فلوس، وهوب بعد كام سنه تلاقيه افلس. واكيد انت متاكد ان في مليون مثال على الموضوع ده. فانا بالنسبه لي اليوتيوب مجرد سلمه، السلمه ديت انا واخدها عشان اعدي الناحيه التانية. وبالنسبه لي الناحيه الثانيه ان انا مش ببص ان انا اكسب من اليوتيوب حاليا مثلا 2000 و3000 و4000 دولار في الشهر، فعلا اليوتيوب بيكسبك الفلوس دي، انا عمري ما كسبت الفلوس دي من اليوتيوب، بس في يوتيوبر مصريين مردون ذكر اسماء اللي دايما بتلاقيهم على الترند والفيوز بتاعتهم بتعدي مليون ومليون و900 الف، الناس دي بتعمل في الشهر اقل حاجه 5000 دولار، يعني تقريبا حوالي فوق ال 80000 جنيه شهريا، فده فلوس طبعا تغري اي حد واي حد ممكن يعملها، بس الفلوس دي يوما ما هتقف، يعني اللي ماشي ده مش هيفضل ماشي زي ما هو طول الابد. انا بقى مش ببص ان انا عايز اكسب 5000 دولار في الشهر، انا طموحي ان انا هتكلم عليها كمان شويه، بس ان انا عايز ابني حاجه كبيره جدا، مش مجرد الكافي بس، انا بقى عايز ابني حاجه كبيره جدا، ومش مجرد عايز، انا فعلا هعملها وهبدا فيها، بحيث ان انا يوما ما اكسب في الشهر 100000 دولار مش اكسب 5000 دولار. فعشان اوصل للمرحله دي مفيش اي يوتيوب هيقدر يوصلها لي، هو مجرد ان انت اليوتيوب بتاخده مرحله تنشر بيها اللي انت بتعمله، تبني بيها اللي انت بتعمله، تشجع الناس انها تعمل الحاجات دي. فانا بالنسبه لي السلم نفسه هو مش مهم، انا بس بعدي عليه، فمش شرط اجمل في السلم، فعشان اغير محتوى واجمل فيه واشدك واجيب مشاهدات مش هعمل الكلام ده ابدا خالص. انا ممكن يعني الفيديوهات التحدي او المقلب او الضحك والحاجات دي مش بعملها، لا بعملها، بس كل فين وفين فيديو لما اكون انا عارف ان الفلوج هيبقى ممل مفيش حاجه بعملها في اليوم، فممكن اعمل حاجه تسالي، بس انه يبقى هو دوت الستاندرد بتاع القناه او الحاجه الاساسيه مش هعمله نهائي. وقبل ما اكمل الاسئله، معلش الفيديو ده هيكون طويل شوية، في طبعا سؤال تاني بيجي كتير، ألا وهو الناس بتدخل بتديني نصايح ان انا اغير في المحتوى، غير واعمل كذا، اعمل زي كذا، اعمل عشان تشد مش عارف ايه. انا عايز اقولك كلمة واحدة، انت تخيل ان انت داخل فيلم لأحمد حلمي وعارف انه فيلم كوميدي وفتحته عشان فيلم كوميدي، وبعد ما الفيلم يخلص تقوم كاتب كومنت لأحمد حلمي او تقابله وتقول له كل ما ادخل فيلم بيبقى كوميدي ما حاول تغير واعمل اكشن. او تخيل نفسك داخل مثلا محل بيبيع شاورما، تقوم داخل قايل لهم بدل ما تعملوا شاورما ما تعملوا سمك، هيجي يقول لك ايه؟ روح عند المحل بتاع السمك. فما ينفعش تخش على مكان انت عارف هما بيعملوا ايه، ودخلت برجلك فتحت الفيديو واتفرجت عليه وعارف ايه اللي هتلاقيه اصلا في الفيديو، وبعد كده تدخل تدي نصايح لصاحب المكان او صاحب الحاجه، غير اللي انت بتعمله واعمل حاجه عشان تشدني اكتر، هيجي يقول لك اللي بيشدك اكتر موجود. فانت لو عايز تحديات، عايز مقلب، عايز الحاجات دي كلها موجود، في مليون قناه، افتح ترند هتلاقي حاجات جميله جدا، دوس اتفرج اتسلى اعمل اللي انت عايزه. يا كانسو كام، انا بالنسبه لي اللي انا بعمله دوت بعمله نق بس فو بس كوكو بس بتعطل الشوتينج عشان كوكو بتعمل بسبوسه ف بس عايز تقول احمى ها؟ بس عايز تقول احمى احمد؟ قول احمى واللحمه عشان ايش؟ انا كنت بقول ايه؟ انا نسيت. ما علينا، فالمهم بدل ما تخش على صاحب القناه او صاحب المكان او صاحب الفيلم وتقول له غير واعمل وشدني، الحاجات اللي بتشدك موجوده كتير، خش هتلاقي، اتفرج، عيش واستمتع. انا مش لما اعمل حاجه بتشد هتيجي، يعني تبقى حسب مزاجي، يوم انا فاضي هعمل حاجه تسليه وبعملها عشان بتسلى مش مجرد اشده بس عشان ترفع القناه مثلا كل شويه، بس الحاجه الاساسيه مش هي دي. علي محمد بيسال ليه ما يكونش في كل فيديو مشهد يكون هادف زي نصيحه او شيء نتعلمه؟ لو انت بتصور حياتك كل يوم مش كل يوم هتلاقي نفسك بتقول حاجه مفيده او حاجه مهمه، بس لو جيت سالتني طب انا يوما ما قلت حاجه مهمه او مفيده، انا عايز اقول لك ان انا في ناس اتفرجت عليا والناس ديت كانت حياتها مش عايز اقول متدمره بس ما بيعملش اي حاجه في حياته، ودلوقتي غيروا من حياتهم وخدوا خطوات تانية وفعلا بدأوا يكسبوا فلوس وبدأوا يغيروا حياتهم، مجرد ما عملش حاجة ومجرد شافني اتشجع بس، فده بالنسبة لي حاجة إيجابية جدا تغنيني عن مليون المشاهدات والمشتركين. انا بكلمهم على الانستجرام ومتابعين، يعني بنتابع بعض كل فترة بنكتب وهكذا، ومش واحد بس ده كذا واحد، واتمنى اي حد منكم نفسه يغير حياته يا رب يعني ياخد الخطوة ويبدأ يغير. احمد المحرات او المهرات،
انا بقرا السؤال على طول بس يا جماعه، يعني في ناس بتكتب انا بحب الفيديوهات بتاعتك وكل سنه وانت طيب وحبيبي وربنا يوفقك، فوالله انتوا كلكم حبايبي وربنا يوفقكم وكل سنه وانتم طيبين. بس عشان انجز واخش على السؤال، انا مدرب سباحه، عاوز اعرف انا لو جيت المانيا هعرف اشتغل في المجال ده ولا لا، ولا هغيره علشان اعرف اشتغل، ولو اشتغلت فيه هو مجال كويس في المانيا ولا لا. الرياضه في المانيا فيها شغل كتير، السباحه للاسف انا ما اعرفش، بالذات ان احنا عندنا 6 شهور شتاء فمفيش حمام سباحه بره. شغلها كتير مش زي التنس طبعا ولا زي الكوره، ما اعرفش شغلها كتير ولا لا، بس انت ممكن تبدا بيه كشغل وتشوف لو هتقدر تغيره او تقدر تعمل حاجه تانية تقدر تكسب منها وتكون بتحبها وليك شغف ليها. دي لا يعني الواحد ما يعرفش حياته فيها ايه، الدنيا بتتغير. انا عمري ما كنت احلم ان انا عايز اعمل مشروع ولا العب تنس اصلا من الاول خالص ولا اجي المانيا. فاذا كنت عايز مني نصيحه اخد الخطوه ان انت تيجي المانيا وتشتغل في السباحه، خد الخطوة، ما تعرفش حياتك مستني فيها ايه بس هتغير حياتك تماما. يوسف بوب، عايزين نعرف اكتر عن الدراسة في المانيا الايام دي في اجواء الكورونا بما ان نتيجة الثانوية العامة هتظهر. بص، الدراسة في المانيا شغالة طبعا، الحضور والكلام ده كله طبعا بقواعد وبقيود بقيود، بس انت كده انت بتسأل هنا نسيت الكلمة بقيود بقيود. انما انت بتسال عن الدراسه في المانيا ان انت تيجي من مصر تدرس هنا، انت لازم تروح تسال في السفاره الاول اذا كانوا شغالين والاوراق شغاله ولا لا. بالنسبه بقى لخطوات الدراسه وكده اكيد عارفها، لو مش عارفها او حد منكم بيسال، انا عملت فيديو عن الدراسه وفيديو عن الهجره عن البحث عن عمل والفيديو عن التمريض، الكلام ده كله موجود، هحاول احطه لكم في لينكات تحت في الوصف. بص على الوصف لو لقيت اللينكات يبقى انا ما نسيتش، لو ما لقيتش اللينكات هتلاقيهم في الفيديوهات اللي انا عاملها. عبد الرحمن عبد العظيم، انا لسه مخلص ثانوي وعايز اعرف لو عايز اتعلم اللغه الالمانيه هتاخد مني وقت قد ايه؟ هتاخد منك تقريبا سنتين لو دوست فيها جامد. احمد الطويل، قول لي بصراحه، هل الجواز من اجنبيه مريح نفسيا كعادات وكده؟ او السؤال بصيغه تانية، انت شايف نفسك مبسوط ولا كنت تتمنى تتجوز عربيه؟ الجواز من البنت اللي انت بتحبها وهي بتحبك وانت شايف نفسك الشخصيه ديت متوافقه مع الشخصيه بتاعتك ان انتوا تعيشوا للابد، هو دوت المريح نفسيا، مش شرط هي جايه منين، جنسيتها ايه، بتعمل ايه. رنا الصبري، كيمو ايش هاب اينا فراغ وارم هاست دو كاين دويتشن فلوج gemacht nicht mehr وما هاست دو كاين دويتشن فلوج نيش mehr gemacht. ده الصح بتاعها، هي بتسال ليه ما عملتش فلوجز بالالماني. يا ايش فايس نيش وارم هابش نيش gemacht aber bald fange ich an wieder auf deutsch komplett auf deutsch aber leider ohne übersetzung. رقم 2، هل المانيا دوله كويسه عشان الواحد يكمل حياته فيها؟ بص اي واحد هيكدب عليك لو انا عايش في المانيا واقول لك انها مش كويسه هقول لك طب انا قاعد فيها ليه؟ طبعا طبعا كويسه، لا تقارن. ايه الاخطاء اللي انا عملتها مش عايز حد يقع فيها؟ والله بص انا بنصح بعكس الكلام ده، يعني انا لو في اخطاء وقعت فيها انا عايز اي واحد يجي يجرب ويقع في اخطاء عشان من الاخطاء ديت انا اتعلمت منها. لو انت ماشي صح طول الوقت وما وقعتش في اي خطا مش هتعرف تتعلم. بس هحاول افتكر لك، يعني معظم الاخطاء اللي انا وقعت فيها هي حاجات بسيطه، يعني حاجات بسيطه وانت هتتعلمها مع الوقت ومش كبيره جدا. يمكن اقول لك اكبر خطاين وقعت فيهم ان انا ما قريتش كويس عن القانون في المانيا بالنسبه للعربيات عشان كده دفعت غرامه كبيره، في فيديو هنا عن الموضوع دوت دفعت غرامه. الخطا التاني اللي انا عملته في حياتي كلها وما زال بيحصل كل شويه، ما تستناش. لو في فكره جت قدامك عندك بلان عندك خطه ابدا النهارده قبل بكره، ما تستناش نهائي نهائي نهائي. معلش يا جماعه الفيديو ده بقى طويل شويه. ذا بوس او احمد هشام، اديني قلت اسمك يا معلم، انا كخريج تجاره اسافر المانيا، تنصحني كخريج تجاره اسافر المانيا ولا لا؟ كده كده اللي درسته في مصر مش هيعترفوا بيه هنا غير لو جيت عملت ماجستير. مش عارف مجال التجاره ان انت دارس في مصر تجاره هتقدر بعد الماجستير في المانيا تشتغل بيه هنا ولا لا. انا لو عايز مني نصيحه ما تاخدش ماجستير في التجاره من مصر او ما اعرفش انت جاي منين، تعالى ادرس تجاره هنا من الاول هتلاقي الفرص طبعا اتفتحت اكتر. تنصحني بالمانيا ولا ايطاليا؟ بدون كلام طبعا المانيا. فطيفه صالح، تمام يا كاتبه كلام جميل قوي، شكرا جمال على الكلام اللي انت كاتباه دوت. عندي سؤال بسيط عن الحياه في المانيا من ناحيه السكن والايجار، السكن الايجار والملك، ممكن اي معلومات؟ بسيط جدا، يعني هو في ابلكيشن بتدوري فيها على سكن ايجار، بتروحي طبعا بتعملي مقابله، مش تبقى انت الوحيده المقدمه، في كذا واحد بيشوفوا اللي حالته كويسه مرتبه وضعه المادي وضعه في البلد وكده، وبتقدري تاجري عادي. وبالنسبه للملك موجود عادي برضو بتقدمي، لو قابلتي بتقدري تاخدي المكان. طب اسعارهم ايه؟ الايجار بيتراوح ممكن مثلا 200 يورو في سكن مع حد في اوضه، او 500 يورو 450 يورو استوديو صغير، لحد 6000 زي ما انت عايزه. زياد ملوخيه، يا اخبار الدراسه في المانيا واخدت كورسات ايه لو انا من مصر وعايز اطلع بره؟ الدراسه في المانيا زي الفل، صعبه جدا، يعني مش صعبه، انت لو ذاكرت هتنجح، بس هي مش زي ما انا درست في مصر كنت بذاكر قبلها باسبوعين وخلاص، لا انت لازم من اول السنه بتذاكر، مش هتقدر تعمل كده ما تفكرش فيها. اخدت كورسات ايه؟ انا اخدت عشان ادرس، يعني لو قصدك عشان الدراسه، انا اخدت لحد سيتس فاي او الدي اس ها، ده شبه السيتس فاي كده بس تبع الجامعه. يعني اي اس زد، وصلت فين في مشروعك اللي بتحلم بيه؟ مشروع الكافي. اولا هو المشروع اللي انا بحلم بيه
مش الكافي بس، انا بحلم ان انا اعمل براند كبير جدا، بس انا هبدا الاول بالكافي. طب انا وصلت فين في الكافي؟ انا موقف حاليا لان الاعداد بتاعت الكورونا بدات تزيد، في احتمال ان هم في شهر 11 يقفلوا الدنيا تاني، فانا مش عايز افتح اي مشروع حاليا وبعد كده اتصدم ان هم قفلوا والاقي نفسي بدفع ايجار ودفعت فلوس قد كده ومفيش شغل. فانا مستني لحد ما اخد اشاره الامان الدنيا فاتحه، هبدا ان شاء الله ادور على مكان وهتعرفوا كل الخطوات. بس في اخبار حلوه قوي قوي قوي، حاجه يعني بصراحه هتضرب كل اللي في السوق بالشبشب. احمد طلعت، حاسس انك تايه الفتره اللي فاتت في المحتوى اللي بتنزله. فعلا كنت تايه لان للاسف البص بره وحش، دي برضو غلطه بعملها كتير، في ناس بتعملها، البص بره وحش، المقارنه ان انت تقارن نفسك بحد تاني وحشه جدا، سواء بقى في اليوتيوب، في شغلك، في الدراسه، في اي حاجه، ما تقارنش نفسك، ودوت اللي كان مخليني تايه شويه. كده ناخد اخر سؤال، هل انا معتمد على ارباح اليوتيوب؟ لا انا مش معتمد على ارباح اليوتيوب، انا لو معتمد على ارباح اليوتيوب كان زماني افلست، او كان زماني غيرت اللي انا بعمله خالص، قلعت شخصيتي، عملت شخصيه تانية بقى اللي هي بتعمل مقالب وتحديات، وهبعد خالص عن الهدف اللي انا رسمه في حياتي. اقدر اعمل ارباح من اليوتيوب زي ما بقول لك، لو انا قلعت غطاء الشخص الحقيقي اللي جوايا وعملت شخص تاني خالص بدون بقى اخلاق او احترام او بدون هدف او مجرد بس عايز اشدك عشان تعمل فيديوهات، اقدر اعمل ارباح من اليوتيوب كتيره جدا، كبيره جدا، وانا شخصيا اقدر اعملها وعندي القابليه ان انا اقدر اعملها، سواء بقى في نوع الفيديو، في الفكره، في المونتاج. انا الحمد لله يعني وصلت لمرحله فيه حلوه جدا، فاقدر اعمل فيديوهات تضرب، بس مش هي دي شخصيتي، هتشد ناس معينه تانية مش بيتفرجوا عليك انت كشخص، بيتفرجوا مجرد على نوع الفيديوهات اللي انت بتعملها. فانا مش عايز ناس تتفرج على نوع الفيديوهات، انا عايز الناس تحب الشخصيه نفسها وممكن تتشجع من الحاجه اللي هو بيعملها. كوكو محترفه بسبوسه، هو ده متعرفش؟ محترفة بخوفي بسبوسه بيستو. انا مش تخافي انا بس. لا انا محترفه بسبوسه. Halt's Maul! Hör auf zu reden! Ich hab dich nicht gefragt, um mit mir zu reden. Sei leise, Siri. Halt's Maul! أنا قلت بتتخانق مع مين دي؟ ما علينا، الجيران اللي جنبينا من باكستان، هم مسلمين، في العيد الصغير دخلوا لنا أكل، وفي رمضان وأول امبارح ولا أول امبارح دخلوا لنا برضو أكل جامد جدا، رز ولحمة وبتاع، أكل باكستاني. فكوكو عاملة لهم النهاردة بسبوسة، هترجع لهم يعني الواجب، وفي نفس الوقت نفتح معاهم كلام إن إحنا نقعد مع بعض يوم ما نتكلم حاجة زي كده. يعني للاسف موضوع الجيران في المانيا مش زي عندنا في بلدنا العربيه. كنت كمان اخد كوكو. ايوه لا. اوكي اليوم بتاعنا هينتهي كالاتي، زي ما قلت النهارده قررنا نشوي، فانا كان عندي صدور فراخ تبلتها وعملت شيش طاووق، طبعا انا بعشق الحاجات دي، وفي نفس الوقت كوكو جهزت سلطة بطاطس. اوكي على ما اعتقد الفلوج كده يكون خلص، انا وكوكو هنقفل الفلوج. لو في فلوج بكره هشوفكم بكره، مفيش فلوج بكره الله اعلم، ابو خدوا لفه في القناه، بس انا متشجع ان انا اصور، فيا رب يكون الفلوج عجبكم، يا رب اكون جاوبت على الاسئله بتاعتكم على الاقل معظمها. وبس اشوفكم بكره، لايك سبسكرايب ان هاف فان اون يا داس باس ايما دي ماسك بيان ايما دي ماسك ماسك تراجن البسوا الماسك بيس.